تقدم الأهلي على سموحة 1-0 بهدف رائع لمحمد شريف في شوط أول تسيده الأهلي لاعبا ونتيجة. كابتن شريف، تقدم مستحق النادي الأهلي الشوط الأول. على مجمل أحداث الشوط الأول وبالهجمة اللي راحت في أول دقيقة من كهربا كانت هتخلي المباراة في حتة تانية خالص، ولكن الاستحواذ زي ما أنت قلت هو الاستحواذ لعيبة النادي الأهلي تحت قيادة مروان عطية الحقيقة، اللي هو عامل مثلث ايقاع كده لعمرو السوليه وإليو ديانج. حتى إليو ديانج مديله حاله تحرريه من الهجوميه، من المفروض يبقى دفاعي جنبه، انما بيديله كمان فرصه ان هو يقدر يخترق ويروح جوه ال 18. واضح غياب علي معلول النهارده في الناحيه الشمال مأثر على الشكل، يعني حتى محمد شريف بيعمل مجهود كبير جدا انه عايز يملى المنطقه دي والفراغ اللي هو موجود ده باي شكل بقى، ان هو يخترق ويخش لجوه، بيعمل مجهود مضاعف، بيعمل يعني عايز حد جنبه تحس ان في حد لازم يسند عليه، هو دايما هناك في العمق لوحده. كهربا بعد الكره اللي ضيعها راحت الحكايه، بقى مش عارف يعمل ايقاع لنفسه، تيمبو يعني زي ما احنا بنقول، ازاي يرجع يعود تاني ويركز ويخلي كره على الارض. المباراه دي 45 دقيقه العيب الوحيد فيها ان مفيش كره على الارض، الكور كلها عالية تترد يدوها هوا تاني، تنط نط يخبطوا في بعض ونقف. الكابتن الهاني زي سليمان قاعد عايز يضيع الماتش في الاول، اول ما جه فيه جونج بقى فريرة يطلع الكره في ثانيه، وست دقائق دول منه بس اللي احنا لو كانوا هم كسبانين اعتقد انهم كانوا هيبقوا دقيقتين. ف فرقه سموحه بتحاول الحقيقه على قد الامكانيات اللي عندها، عندهم اسماء كويسه قوي بس مش موجوده، يعني بس هي محاولات فرديه، يمكن حسين فيصل وحليمه وحسام حسن هم اللي بيحاولوا في الفرقه دي، والباقي رد فعل الاحداث من النادي الاهلي. صحيح. بتمنى تقارب وسط ملعب ومهاجمين النادي الاهلي لبعض او الفرقه كلها انا حاسس فيه مساحات كبيره قوي، عشان كده بنعمل لونج باس كتير قوي. بنتمنى الهدف ده يبقى ليه هدف تاني ويعزز ان شاء الله، ونطلع باذن الله بالثلاث نقاط. صحيح. كابتن علاء، تفوق واضح للشوط الاول النادي الاهلي، تقريبا ما كانش فيه وجود لسموحه غير من بعض الاخطاء من لاعبي النادي الاهلي. سموحه ما بيبانش او بيروح على الحرق على الشناوي غير خطا منك. وده دايما بقوله انا دايما، انك كنت انت اخطاء كده بتوصل المنافس ليك، يعني خطا اللي هو اللي حصل بين هاني ومتولي، استغله حسام وطلع الشناوي بتوقيت اكتر من هايل طبعا، وكان هدف رايح. اول دقيقه ايمن محمد شريف عمل كره ديانج، حاجه نموذج لاختراق حلو قوي. صحيح. قوي. وديانج عملها حلو قوي، محمد شريف عملها حلو قوي، ديانج عملها حلو قوي، وكهربا عمل وحش قوي. ما عملهاش حلو قوي، لا كهربا عملها وحش قوي، لان هي مش لازم تتحط، يعني انت الكره جايه ما فيهاش اي مشكله. صح. حاجه من الاثنين، لو انت قلقان منها كانت تبقى اجمد من كده، او انت وسخ قوي يبقى بط رجلك في زاويه من الاثنين. لكن كانت بدايه حلوه قوي للنادي الاهلي، ان انت في اول دقيقه وصلت وبعدين احرزت هدف. المساحات موجوده في سموحه، اللي احنا حذرنا منه ان الاطراف عندك مزبوط. يمين وشمال مش موجوده يعني، ودي اللي خلت الكلام اللي قاله عليه كابتن شريف في كور طويله، دي مش طريقتك، مش طريقه الاهلي. لازم الشوط الثاني كولر يتكلم ان هو يستغل الثلاثي اللي في نص الملعب، عنده تمريره كويسه قوي، مهارين كويس جدا، تزاك كويس قوي، وعمرو السوليه شاط واحده كويسه قوي، لكن بس الاطراف تشتغل ازاي؟ بص يا ايمن، تعويض الاطراف دي تخلي دايما الكوره معاك في وسط الملعب وتعمل اختراقات اللي كان عملها ديانج، لكن لازم تبقى الكوره مش متشافه، يعني عشان اعمل كوره طويله مش لازم يبقى مثلا من متولي للمساكت باينه واخده مسافه كبيره قوي، انت لغيت نص ملعبك اللي هو كله مميزات. عشان كده الكلام لازم ممكن تستغل محمد هاني كويس قوي، لان مش هطلب خدع فتح هجوم النهارده، ده صعبه جدا بعيده عليه، لكن انا عندي جنب ممكن لو بيرسي تاو التزم بالخط، هي برضه مشكله هاني يا شريقه يا ايمن، ان بيرسي تاو بيخش جوه فالمسافه. صح. عنده كبيره جدا ما يقدرش يملاها، عشان كده لازم خلي جبهه شغاله بيرسي تاو وهاني، وسيب الجبهه الشمال انا موافق خلي يبقى في نص الملعب معاهم رابع او ثالث وانت بتهاجم، هيعمل لك امان اكتر، وسيب الحريه محمد شريف يتحرك كويس جدا النهارده، محمد شريف من انشط واحد في الثلاثه اتحرك كويس قوي، بعدين بقى عنده ميزه ان هو بيعرف يعمل التمرير الخطره، والهدف حطه باقتدار جميل، واللي خلى الهدف حلو قوي سريعا كده ان هي الكره معموله جامده قوي. لازم تدور على الهدف الثاني، لان انا ما بحبش للمره مليون
المباراه تبقى بالشكل ده. ما بحبش المباراه تبقى الملعب حتى لو الفرق كبير، حتى لو الفوارق كبيره، لكن المساحات اللي دايما كتيره قوي بتقلقنا لما اتفرج عليها. صحيح. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. اول حاجه في روح وحماس عالي من النادي الاهلي، ده واضح. في استحواذ وسيطره، ولكن في الفتره الاخيره من اللقاء بقى في لعب تمرير خاطئ كتير جدا، تمرير خاطئ بقت مفيش من الفرقتين مفيش هدوء والسيطره على نص الملعب زي اول 20 25 دقيقه. ايه السبب؟ مثلا عندك الجنب اليمين بيرسي تاو، مع احترامي مش شغال خالص في الجنب اليمين. ديانج لما بيبقى في العمق، هو ديانج بيحاول يعمل اللي الراجل بيقول له عليه، اللي هو الاختراقات الطوليه جوه ال 18، هو وعمرو سليمان، لان مروان هو اللي واخد رقم 6 او الوسط المدافع اللي هو امام الاثنين اللي باكات، فهو واخد الجنب اليمين، هو بيحاول يتحرك كتير فيها، بس احيانا ما بيلعبش، هو لعيب طار ما بيعرفش يروح مثلا عشان يعمل كروس، او لما بيجري بالكره بتطول منه شويه رغم ان هو عامل جهد كبير. صحيح. ديانج بيبقى افضل لما يبقى لجوه، يعني بيبقى المكان اللي هو بتاع مروان، لكن ماشي. الجنب اليمين احنا كنا بنقول الجنب الشمال هو اللي مش بيبقى شغال. الجنب الشمال هو اللي شغال اكتر وهو الافضل اكتر، ولكن في مشكله في ايه؟ اللعبه اللي قبل الاخيره اللي هي علي معلول بيعملها باتقان، خالد عبد الفتاح بيحاول يعمل سبرنتات كتير ناحيه الجنب اليمين، بس مش متمكن انه يعمل الكره عرضيه كويس باليمين بالشمال، اللي شغال فيها او كويس. حتى لما بيقف لجوه ويجي يعمل الكره باليمين بيعملها عاليه سهله بالونه، لكن شريف عامل حركه كويسه جدا في الجنب الشمال، وبالذات في الجزء الاولاني من الماتش، وعمل كرة تمريرة حلوة جدا لكهربا اللي هي في أول دقيقة، وجاب جون حلو جدا برضو من ناحية الشمال، عملها ديانجل لديانج، وديانج عملها الكهربا، جاب جون حلو جدا بعد الكرة ما عدت من كهربا والراجل وقفها وحطها في الزاوية البعيدة. الناحية بتاعت شريف هي اللي فاضية، الجنب اليمين هو اللي فاضي، يعني تحس ان الجنب الشمال اللي هو احمد جمال وحسين فيصل وحليمه قافلين على الجنب اليمين، في يعني صعب اختراقه شويه، لكن الجنب الشمال مع احترامي مفتوح. ميسي ما بيدافعش كويس خالص، ما بيهاجمش، عامل ثغره في الناحيه اليمين بتاعت سموحه، ومحمد سعيد بيضم لجوه، فالجنب الشمال بيبقى فاضي جدا لشريف وخالد عبد الفتاح، بس هي شويه زي ما قلت لك الاتقان بتاع لعب الكره من خالد. طب ده تخلي مثلا مستر كولر يفكر شويه في ايمن اشرف انه يلعب في المكان ده مكان خالد؟ هو اولا مش هيغير بين الشوطين، هو بس هو واضح ان هو ما اعرفش، يا اما عدم قناعه بايمن، يا اما في حاجه احنا مش فاهمينها، لكن ايمن يقدر يلعب طبعا ظهير ايسر، وكان بيقدر يلعب سيرت باك. النادي الاهلي اخطر، ولكن في زي ما علاء قال انه شريف كورتين خطا، اللي هي الانفراد اللي راح حسام حسن الشناوي طلع خبطت في وشه، والكره الثانيه الفاول اللي هي برده ما تعاملناش معاها كويس، هو الحمد لله ان جت في ايد الشناوي ما دخلتش في الزاويه، نطت لان في ميه طبعا. لكن الاهلي افضل وجاب جون جميل، بس نتمنى نجيب الجون الثاني. يعني كابتن بلال، يمكن من الاجوال الحلوه اللي جت السنه دي جول محمد شريف، ومجهود زي ما قالوا الكباتن مجهود كبير جدا منه، يعني ما بيلعبش في جرس حرب، هو بيلعب على الطرف وبقاله كتير ما لعبش على الطرف. الشوط الثاني ازاي بيفكر مستر كولر؟ والشوط الثاني علشان يرجع للماتش احمد سامي، ممكن تتوقع لنا السيناريو هيبقى ايه؟ بص، احمد سامي واضح ان ادى تعليمات ان اللعيبه تضغط وان اللعيبه تهاجم، لان الكلام ده واضح من الدقيقه يمكن حوالي 25 او من الدقيقه 28 ابتدوا يضغطوا على النادي الاهلي من الحته اللي قدام، ابتدوا ينتشروا بسرعه، ابتدوا يتحولوا بسرعه. تمام. ده ممكن يكون على حساب الحته الدفاعيه، الكباتن اتكلموا على الحته الدفاعيه عند نادي سموحه، عندهم مشاكل كبيره جدا خاصه في ناحيه الشمال، مصطفى سعد تمام ومحمد سعيد مصطفى سعد ومحمد سعيد اللي ناحيه اللي هو مالك الرايت باك بتاعهم، عندهم مشكله في الحته دي، دايما الحته دي فاضيه فعلا. مالك بعيو مالك بعيو الاهلي يقدر لا مالك بعيو يا ايمن عشان بس بلالي محمد سعيد هو الباك رايت، مالك بعيو في نص الملعب، في نص الملعب محمد سعيد بتكلم على الثلاثه مع بعض الثلاثه جابها دي، عندهم مشكله كبيره جدا في الحته دي يا كابتن ايمن. تمام. هو مالك لعيب برضو سريع شويه،
تمام، لكنه يعني مش اللعيب اللي بيضغط ويقطع، وكذلك مصطفى سعد نفس الحته دي. فعندهم مشكله دفاعيه حقيقيه في ناحيه اليمين. فالاهلي يقدر يستغل الحته دي بشكل كويس جدا. انا شايف ان شريف من الماتشات القويه جدا اللي لعبها النهارده، بيتحرك بشكل كويس جدا، بيضم بشكل رائع جدا، يعني سجل هدف إيجابي. من الاهداف الحلوه جدا في الدوري العام، بيعيد اكتشاف نفسه مره تانية في المكان ده، يعني صحيح. مكان بالنسبه له ممكن يقدم كمان افضل من كده بكتير في الحته دي لو قدر ان هو يركز في الحته في الجبهه الشمال. عنده سرعه، هو اسرع بكتير جدا، يعني يقدر يستلم، وعمل اكتر من واحده استلمه، مره بيرفع على الشمال ومره يعني بيفتح ومره بيضم القلب. هي بس مشكله شريف انه مش يعني مفيش حته برده التعاون مع خالد عبد الفتاح، لان خالد عبد الفتاح مش مكانه، فمعذور برده خالد في الحته دي. صح. انما بشكل عام النادي الاهلي افضل بشكل كبير جدا. احنا بس محتاجين ان احنا نهدى شويه، يعني الاهلي محتاج يهدي الريتم شويه في اوقات. كابتن خلاص انت كسبان، محتاج تهدي الريتم، 1 2 3 4 بتبتدي تلعب لقدام. صح. لكن حته انك بتلعب بسرعه وانت كسبان 1-0 برضه لازم نقلل منها شويه يا كابتن عادل. انت داخل على مباراه افريقيا، مفترض ان المباراه دي بروفا بالنسبه لك. صحيح. تمام، الطبيعي في مباراه افريقيا الاداء مش هيكون كده، الفرقه اللي قدامك هتيجي قافله، فانت هتبقى عندك ايه، ما ينفعش يبقى حته انت على طول بتباص من رجل لرجل ومتسرع والكره هتتقطع، زي ما 3-4 مرات اتقطعت مننا في قلب الملعب وتسببت في هجمات مرتده. فالطبيعي انك لعيبه نص ملعب، احنا بنلعب بثلاثه وثلاثه امكانياتهم جيده، لازم يبقى في بساط من رجل لرجل، لازم يبقى في هدوء شويه. صح. امتى العب بسرعه، امتى اهدى، امتى اهدي الريتم، امتى العب الطويله، امتى العب على الكاونتر اتاك. احنا محتاجين الشوط الثاني، يعني اكيد سموح هينزل ضغط، اكيد وضع طبيعي انه عايز برضه يخش الجيم، فطبيعي ان ممكن يبقى ضاغط عليك، فانت لازم تستغل الحته دي بشكل كويس، لازم تعمل له كمين بحيث ان انت تستغل الهجمات المرتده، انك عندك اثنين سرعه، عندك بيرسي تاو وعندك الناحيه الثانيه محمد شريف باذن الله. بلان الهدف الثاني ان شاء الله رب العالمين. يبقى عندك بلان كمان في الاداء الهادي اللي قال عليه بلال للهدف التاني. يبقى كده لازم ننزل احمد بلال. لازم كل التوفيق كل التوفيق للنادي الاهلي. ترجمة لكلامك العزيز الفوز. لازم تلعب تاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.